تخيلي تكوني في سن 16 سنه مازال محتاجه للحضن ديال والديك، ومازال محتاجه باش انك تقراي وتحققي ذاتك، ولكن داركم للاسف غادي بزو عليك باش انك تزوجي بواحد الشخص قد باك. سلوى صاحبه حكايتنا الليله كان هذا هو القدر ديالها، واللي بسببه دارت بزاف ديال الاخطاء اللي غادي يخليوها اليوم انها تحط في واحد الموقف لا يحسد عليه ابدا، والثمن ديال هذا القرار الغلط هي اليوم كتدفعوا في صحتها. فبقوا معنا باش تعرفوا احداث هذه القصه، وانا متاكده باللي غادي تكون عبره للاباء وحتى البنيتات في السن ديالها. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. فاذا كنتي جديد على القناه نقول لك مرحبا بك، واذا كنتي من اهل الدار الدار دارك، راه معظمكم حفظ هذه الجمله. كنقراها لتحت في التعليق قبل ما تعطل عليكم اكثر لانه حكايه اليوم شويه طويله. لنبدا. كتحكي صاحبه الحكايه واللي اختارت كاسم مستعار لها سلوى، كتقول: انا سلوى تزاديت وكبرت في واحد المنطقه اللي هي محافظه جدا في المغرب. كبرت وسط عائلتي اللي كتكون من الاب والام وخمسه ديال الخوت، احنا ثلاثه ديال البنات وزوج دراري. كانت العائله ديال بابا كتسكن حتى هي غير حدانا. عشت طفوله عاديه جدا، كنت كنقرا في مدرسه ابتدائيه قريبه من دارنا. كنت كنعيش كاي طفله في هذيك المنطقه وسط عائله محافظه كيف قلت لكم، عايشين وسط هذا عيب وهذه حرام وبزاف ديال الحوايج من هذا القبيل. خوتي بربعه بهم ما كملوش القرايه، خويا الكبير غادي يتجه للفلاحه المجال ديال با، خويا الصغير غادي يكمل قرايته في القران واليوم الحمد لله وحامل لكتاب الله. اختي الكبيره غادي تزوج على سن 15 سنه كاي بنت من هذه المنطقه، واختي الاخرى غادي تنسحب من المدرسه في الثالث ابتدائي ما بغاتش تكمل. انا الوحيده اللي توقفت ما بين خوتي باش انا نكمل في المرحله الابتدائيه ديالي، وحيت كنت متوافقه قرروا والديا باش انهم يخليوني نكمل قرايتي، ولكن المشكل هو ما كانش عندنا مدرسه اعداديه قريبه من الجهه ديالنا فين تنسكنوا، داكشي باش الاب ديالي غادي يقرر باش انه يصيفطني عند اختو لواحد المدينه شويه بعيده باش نكمل الدراسه ديالي في الاعداديه. فعلا مشيت لعندها ودوزت معاها 3 سنين، كانت المراهقه ديالي عاديه جدا وخاليه من المشاكل او الاحرى ما حسيتش بها في هذيك السنوات. كنت في العطله ديال الصيف كنمشي لدارنا محرومه من الحنان ديال الوالدين، وما كناش كنتشاركوا مع بعضنا شنو وقع ولا كيفاش داز السنه، ما كناش قراب من بعضنا، وانا ما كانوش عندي الاصدقاء، ما كانش عندي لمن نعاود. نهار كنتوحش والديا وكنحس بالغمه كنبقى كنبكي غير بوحدي، ما كاينش اللي يحس بيك ولا والو. المهم من بعد 3 سنين نجحت في التسعه بمعدل 14، رجعت لعند والديا في العطله ديال الصيف لديك المنطقه فين كنسكنوا في الاصل. في ديك الوقت كانت عندي 15 سنه، غادي نتعرف على واحد الولد في الفيسبوك من التليفون حيتاش الاب ديالي كان شاريه ليا باش انني نتواصل معاه فاش كنت في المدينه. هذاك الولد كان حتى هو من نفس المنطقه ديالي، وهذه كانت اول مره نتعرف فيها على شي ذكر. فبقيت كندوي معاه العطله كلها حتى قربت سالي باش نرجع للمدينه نكمل قرايتي، وغادي يوقع لي واحد المشكل، وقصتي غادي تبدا في هاد السن ديال 15 سنه. فهاد العطله با غادي يشري دار على قد الحال في المدينه فين مشيت لعند عمتي، وهاد المره هي فين غنمشي ولكن ماشي عندها. لكن قبل ما نمشي باش نقرا في السنه اولى من الثانوي غادي نرجعوا شويه للور. هاد الولد اللي تعرفت عليه في الصيف خويا الكبير غادي يسمعني كندوي معاه، كندوي معاه في التليفون، غادي يضربني واحد الضرب اللي هو عنيف، وغادي يمشي عند با ويقول ليه بلي راه بنتك حصلتها كدوي في التليفون مع واحد الدري وراه بغات تخرج على الطريق وبغات تخرج علينا وراه ما كتحشمش. فبا ما تقبلش هاد الشيء، ما تقبلش انه بنته تدوي مع شي ذكر، غضب عليا وحلف باش انني ما غنمشيش لديك المدينه وما غاديش نكمل قرايتي، وبلي صاف غادي نحبس وحيد ليا التليفون. دوزت واحد المده صعيبه بزاف لحقاش خوتي وبا ما بقاوش كيدويو معايا، وهذا كان اشد عقاب لانني كنت شبه مجهوله في ديك الدار. ها هو وصل الدخول المدرسي غادي نبغي نوجد باش انني نرجع للقرايه، وغادي يقول لي با لا سالينا من القرايه. غنبقى كنبكي وغادي نقول ليه والله ما كملت قرايتي والله حتى انتحر، وانت اصلا خديتي ليا التليفون، راه ما بقى عندي معاه من نهضر. غيجي خالي وجدي ويرغبوا با باش انه يخليني نكمل، ومن بعد محاولات كثيره اخيرا غادي يخليني، ولكن بشرط انه هذه غادي تكون اخر مره والا المره الجايه ما غاديش يرحمني. الفرحه ما قدتنيش، جمعت حوايجي ومشيت للمدينه، وهاد المره غادي نمشي انا وامي وبا وبنت اختي كبيره اللي عندها 6 سنين، حيت بحكم ان البلاصه اللي مزوجه فيها اختي ما كايناش فيها المدرسه نهائيا، داكشي باش اختي خلات بنتها الماما باش تقريها ليها. غيجلسوا معايا تما في ديك الدار الجديده، تسجلت انا في المدرسه وكذلك ومثال با سجل بنت اختي، شلنا الكتوبه وبدينا القرايه. لما طمأن عليا با هو رجع في حاله وبقات معنا امي، بدينا في القرايه. غادي نولي نهز التليفون ديال امي ونتصل بهذاك الولد، حيت حسيت بلي انني وليت كنحس من جهته بمشاعر، بقيت بحال هكاك وطبيعه الحال تخبي على امي. حتى كملنا الدوره الاولى في الدراسه
ونجحت ب14. من بعد مشينا عطلة للمنطقة فين تنسكن أنا وامي وبنت اختي، وانا تما غادي يجوني الخطاب. كانت عندي 16 سنة وبغادي يرفض، وقال لهم بلي أنه بنتي راه باقا صغيرة وكتقرا وما بغاش يضيعني، ولو كان ما كنتش تنقرا كان غادي يعطيني بحال اختي، حيت هادشي عادي في ديك الجهة فين تنسكنوا. ولكن امي وخويا الكبير غادي يوافقوا على هاد الشخص اللي جا باش أنه يخطبني ويبغيو يعطوني بليه بزز. وبما أنه فايت ليه محصلني كندوي مع هذاك الولد، غادي يعمر البا راسو وقال ليه اعطيها والا غادي تجيب لكم الفضيحه والعار، واش بغيتيها تضحك فيك الناس؟ وراك شفتي المره دايزه شنو دارت. وهذا هو التفكير المتخلف اللي عند اغلبيه ديال الناس فهذيك الجهه فين تنسكن. اعتذر ولكن هذه هي الحقيقه اللي كنعيشوها. كنبكي وتنقول لهم انا ما بغيتش، انا مازال باغا نقرا، انا مازال صغيره وراني ما قادراش على هذه المسؤوليه. امي كتقول لي شوفي اختك تزوجت على 16 سنه وتبارك الله بنتها قداش، وديك الهضره اللي انا ما كتدخلش ليا لراسي، فاش ما غاديش نبغي وغادي نرفض غادي تقول لي امي شفتي انا راه عارفك بلي انك مازال كتدوي مع هذاك خينا، وشفتي اذا ما تزوجتيش غادي نقولها لباك وخوك وديك الساعه غتبقاي لا قرايه لا زواج، فمن الاحسن قبلي بهذا خينا اللي لاباس عليه. تخيلوا شحال كانت عنده 30 سنه وانا عندي 16 سنه. بالرغم من هادشي كله شديت في القرار الوحيد ديالي واللي هو ما يمكنش نتزوج بانسان ما تنعرفوش، وانا مصره باش انني نكمل قرايتي. ما خويا صافي قنعوا با باش نتزوج به، نتزوج عباد الله بانسان عمرني عرفته ولا شفته في حياتي. غادي يجي هاد الشخص يخطبني بعد 15 يوم غادي نديروا العقد، وتما فين غادي يمنعني على القرايه وبلي انني وليت واحد الانسانه ديال الدار وما غاديش نكمل الدوره الثانيه في القرايه. غادي نجلس في الدار مع والديا ونبقى كنتسنى الصيف حتى يجيو نديروا العرس. في ديك الفتره كنت تنقلب على اي فرصه باش انني ننتحر ولا نهرب مع هذاك الولد اللي كنت كنبغي. وبما انه هذا الراجل اللي تزوج بيا كان شرا ليا تليفون، فكل مره كنت كندوي مع هذاك الشخص كان تيقول لي غير دعي الله انا راه مازال انسان صغير وما قدش على هذه المسؤوليه نتاع نهرب انا وياك، دعي الله واللي فيها الخير ربي غيجيبها. بقينا على هكا في التواصل حتى وصل الصيف وغادي يجي العرس ديالي. غادي نعرس في 2017، كانت الليله ديال الحنة والليله ديال العرس، واليوم الثالث مشيت لدارو. هاد السيد اللي تزوجت به فتره ديال التعارف كان انسان الله يعمرها سلعه، واللي بغيتها كيجيبها ليا واللي قلتها كتكون، ولكن لما دخلت لدارهم للاسف تحول الى شخص اخر لا علاقه له مع الشخصيه الاولى. كنت ساكنه معاه في دارهم في مبنى فيه 4 ديال الطبقات، والدي كانوا في الطبقه الاولى وانا وياه كنا في الطبقه الرابعه. كنت ناكل ونشرب ونجلس ونقيل مع والديه لتحت، الا بالليل هو اللي كنطلع نعسو الفوق. والديه كانوا ناس طيبين، ولكن هو غادي يكشف على وجهه الحقيقي واللي كان بالنسبه ليا ابشع وجه في العالم، وهذا الشيء كان بعد شهر من الزواج. غنكتشف بلي انه هو انسان كيتعاطى المخدرات بجميع انواعها وحتى الخمر. هاد الانسان غادي يولي كيضربني وكيعنفني ويبدا يفيقني في نصاصه ديال الليل، غادي يحقرني. عشت معاه ايام كانت صعيبه بزاف، صعيبه على مراهقه عندها 16 سنه، وانا في هاد السن ما كنقدرش نواجه اولا نتجرأ نعاود هاد الشيء لبا. كنت كنقولها غير لامي اللي هي بدورها كتقول لي حتى باك راه كان فحال هكا فاش تزوجت به، غير صبري وراه خصك ديري وتفعلي وراه طلاق عيب وحرام. المهم دوزت ايام كانت صعيبه بزاف وما كانش لي واسيني، وصبري بدا كيدبرني. استحملت هذا الانسان لمده 10 شهور حتى غادي نتفرقع على امي، يا اما غادي نطلق يا اما غادي ننتحر، اختاري لي شنو ندير. فما بدورها غادي تطلب مني باش انني نستشر مع با واللي غادي نعاود ليه من نهار تزوجت بهذا الانسان وشنو كان تيدوز عليا. هو يسولني واش بغيتي تطلقي يا بنتي؟ قلت ليه اه. هادشي كله كان من خلال الهاتف. جا العيد صغير وجابني عند والديا، وصل وقت الرجوع رفضت وعيط ليه با وقال ليه بلي سلوى ما بغاتش ترجع. قال ليه برودة صافي واخ اللي بغيتو. مشيت لدارهم جمعت حوايجي ورجعت في حالي. غادي نجلس 6 شهور وعاد خرجت لي الورقه ديال طلاقي اللي في كل جلسه هاد الانسان ما كانش تيحضر ليها، حيت كان باغي باش اننا نديرو الصلح، حيت في الاخير كان تيقول لهم ندمت وبغيت نرجع ليها الى ما اخره. ولكن بحكم انه كان تيضربني وتيظلمني وكيحقرني وشفت معاه ايام صعيبه رفضت نهائيا هذا الصلح. طلقت في شهر 11 وغادي نطلب من والديا باش انني نرجع نقرا. اشنو كتنتظروا في نظركم؟ ما وافقش با وقال لي بلي هادشي ما يمكنش، ولكن غادي نعاود نبزز عليهم وبلي لا ما خليتونيش نكمل غادي ندير في راسي شي حاجه، حيت نتوما اللي زوجتوني بهذا الانسان بزز مني، ونتوما اللي دمرتوني، ونتوما اللي عطيتوني لواحد كبر مني ب 14 سنه وما تنعرفوش وخرجتوا عليا. ودابا يا اما نكمل قرايتي يا اما ندير في راسي شي حاجه، وهم عارفيني بلي انني في الاعصاب ومره تنطيح وكنتخنق. وفاش شافوني انني محكره ومركزه على هذه الهضره غادي يخليوني نرجع لديك المدينه فين بشره فيها الدار وجلست فيها وكملت قرايتي. وفي 2019 شديت الباك، ولكن القصه مازال ما سالاتش نوعا ما، عاد غادي تبدا مرحله واحده اخرى.
في العطله الصيفيه ديال الباك غادي نتعرف على واحد الانسان من واحد الدوله شقيقه للمغرب، وحيت اختي تزوجات من شخص بهذا الجنسيه فهذا كان من الاصدقاء ديالو. تعرفت عليه ووعدني باش انه يتزوج بيا وامور كثار، عشت معاه ايام زوينه، من بعد طمعني بلي انه غادي يجي المغرب يتزوج بيا ويبقى عايش معنا، وهذه وبقيت على نيتي نتبعه في كلامه. جات بدايه السنه فاش خاصني نجمع راسي ونبدا قرايتي في الجامعه في واحد العالم اللي ما معاهش الضحك، غادي نهبط فعلا للمدينه باش انا نقرا، ولكن للاسف ما كنتش تنمشي نقرا. تخيلوا معايا، كنت نخرج من الدار على اساس انني غادي الجامعه وانا تمشي نجلس عند صاحبتي النهار كامل، مو بعد بالهم بلي انه انا كنمشي نقرا. علاش؟ حيت هذاك اللي بغى يتزوج بيا وطمعني قال لي انا جاي من هنا 3 شهور فبلا ما تمشي للجامعه، حيت اذا جيت غادي نتزوجوا ما عندك ما ديري بها. بقيت متبعاه 3 شهور وانا مغيبه وما عارفاش شنو واقع ولا حتى كي دايرين الاقسام ديال هذه الجامعه. غادي نكمل الاسدس الاول من الجامعه ووقعوا بيناتنا خلافات انا وهذا الشاب وما جاش وتقطعت علاقتنا. الله يا ربي الله، لا قرايه لا جامعه لا مستقبل ولا زواج، وهنا تبعت قلبي وخرجت على راسي من جديد. جات الدوره الثانيه في الجامعه، غادي نلقى راسي ما دخلت حتى شي ماده وبالاحرى ما دوزتش اصلا باش انني نجح. فاول مره كندخل جاني داك الشيء خريب وعجيب، والناس كلها كتقاتل باغا تقرا وتوصل ودير شي حاجه في حياتها، وانا والو. ماتت عندي هاد الاراده، مات عندي كل شيء. تعرضت لبزاف ديال خيبات الامل، خديت لقب مطلقه وانا في عمر 17 سنه، دمرت حياتي وتشبت بهذا الانسان وخدعني وسمح فيا وما جاش. بقيت كنمشي الدوره الثانيه كلها للجامعه ونعاود نرجع بدون فائده، باش تيجيو امتحانات كندوزهمش. وها هو داز العام الاول وما درت والو، ما قريت ما نجحت. العام الثاني جات كورونا والقرايه كانت عن بعد، حتى هو ما درت فيه والو حيتاش فيه غادي نصاحب رفقاء السوء خرجوني للطريق اللي كانت عوجه، وغادي نخرج مع هذا ونضون مع هذا ونتغدى مع هذا والتليفون بالليل وبالنهار. تعرفت على قوة الدراري واللي كانوا من نفس المنطقة ديالي، وليت إنسانة فاشلة وخرجت الطريق بمعنى الكلمة. مهم، بطبيعة الحال كاع الدراري كانوا تيشوفوا فيا غير مصلحتهم، ولكن أنا ما كنتش عايقة بهذا الشيء. درت حوايج بزاف للأسف في هذه الفترة اللي ندمت عليهم في حياتي أشد ندم. بومي مساكن عند بالهم أنا غدا نقرا، ولكن أنا كاع ما في هذا العالم غادي كنفوج، وهذا الشيء اللي كان عند بالي بلي أنني كنفوج، ولكن كنت تندمر حياتي. غادي تنتشر الهضره وتوصل للمنطقه فين تنسكن، منطقتنا الاصليه، وصلت الهضره بلي انه سلوى بنت فلان ومابقاش كتقرا وكتخرج مع الدراري، وانا ما كانش قصدي انني نوصل لهذه المرحله نهائيا، ولكن للاسف وصلت ليها. ولا اللي يسوى واللي ما يسواش كينعت فيا، حتى وصلت الهضره لخويا وبا. با قال خويا عطاني شي دليل على هادشي كيقولوا على سلوى، ما يمكنش نضربها ولا نعاقبها وانا ما متاكدش من هادشي. سال العام الثاني وما دخلت حتى شي ماده في الجامعه. رجعت في الصيف لمدينتي الاصليه، جلست كندور مع راسي شنو تندير، وعاد بديت كنستوعب بلي انه فعلا خرجت على راسي بيدي. تعرفت على ثلاثه ديال الدراري من نفس المنطقه ديالي وخرجت معاهم وما خليت ما درت معاهم، ولكن في الاخير كلهم تزوجوا وخواو بيا. هنا فين دمرت حياتي وهنا فين دخلت في اكتئاب حاد، غير تنبكي وما تناكل ما تنشرب. هاد الوقت مشيت عند با قلت ليه ما تليش بغيت نقرا في الجامعه وبغيت نقرا الالمانيه ونخوي البلاد، ما تليش بغيت نعيش في المغرب، بغيت نهرب من هاد الواقع اللي لقيت فيه راسي. كلشي ولا يدوي فيا، كلشي ولا يقول بنت فلانه كانت مؤدبه وخوتها كلهم تزوجه وهي خرجت لهم من الشنب، وغير تلقات خرجت لها نيشان. الهضره كثرات، امي وبا كيوصلهم هاد الشيء، انا ما بقيتش قادره نستحمل. با وافق ومشيت من جديد لديك المدينه في شهر 9 باش نبدا اللغه، وتقيد في شهر 10 قريت حتى شهر 5 وكنت قربت نكمل. التالي ديالو غادي يوقع ليا واحد الحدث اللي غادي يقلب ليا الموازين. عندي واحد الصديقه ديالي كتسكن حتى هي في نفس المدينه ولكن من اصول بحالي، واللي عندها مكتبه في ديك المدينه فين جيت نسكن، وهي اللي كانت الصديقه الوحيده ديالي واللي بيني وبينها عشره زوينه وكنعرفوا على بعضنا كل شيء. غادي تجي وتقول ليا راه جاري عنده صديق ديالو من دوله عربيه وباغي يتزوج بزوجه ثانيه، واش تبغي؟ قالت لي راني صيفطت لها تصورتك وسمحي لي ما قلتهاش لك، ولكن جبدناك في الموضوع، واش انت موافقه؟ قلت لها عرفتي شنو، قبل كل شيء بغيت هو الاول نشوفو كيداير. اتصلت بيه، جاو لعند المكتبه، باقي صغير كمظهر وعجبني كلامه وزوين ومهلي في راسه. قال لي راني شفت صورتك وعجبتيني، واذا بغيتي نتزوجوا على سنه الله ورسوله. هادشي كان تيجيني في الاول غير ضحك، وكنت كنتسنى انه با وخوتي يرفضوا. غادي نتشاور معاهم في العشيه وقلت لهم راني تلاقيت بواحد السيد من هاد الدوله العربيه في المكتبه ديال صاحبتي، وها شنو قال لي، بغا يتزوج بيا، شنو رأي ديالكم؟ مي قالت لي انا ماشي سوقي، تدخلت في زواجك الاول وفشل، دابا انا بعيده على هادشي، الا بغيتيه سيري الله يسهل عليك معاه. با قال لي نفس الكلام، وافقت. وللاسف حيتاش كنت محتاجه انني نهرب من الهضره ديال الناس ومن المستقبل اللي كان عندي مجهول، حيتاش ما بقيتش قادره على نظرات ديال خوتي، قبلت باش نتزوج به وانا في عمري 21 سنه وهو كانت عنده 36 سنه.
قبل نتزوج بإنسان مزوج وعنده ثلاثة ديال الأولاد. تزوجت به وجيت معاه لبلاده في شهر 6. في الأول عائلته ما كانتش عارفة بزواجه، داكشي باش 15 اليوم غادي ندوزها أنا وياه في واحد المدينة في ديك البلاد، من بعد غادي نلتقلو فين هو تيسكن لشي أيام. ولحد الآن مازال ما في خبر حتى شي حد من دارهم، بالنهار راه معايا وبالليل راه مع مراته. أنا غير تنقول عليه وتنقول ليه بلي أنه صافي راه عييت، تيقول لي صبري والأمور غادي تقاد، غادي يمشي غادي يصارح مو بالحقيقة. وهو في هذا الوقت كان كاري ليا في واحد الشقة مفرشة اللي فيها بيت وكوزينة وحمام، ما كندخل ما كنخرج، بحال جالسة في حبس. عشت ايام صعيبه عليا، كنبقى كنحسب غير في الدقائق والثواني حتى جا النهار فاش غادي يصارح مو وخوته ومرته. وكان بشرط مني انني ما نقول حتى شي حد باللي كنت مزوجه ومطلقه وباللي راني باقا حاسبه، قالها لعائلته ولكن مازال ما واجهناش مجموعين. وبما انه كان تيسكن اولا عندهم فيلا، فمو كانت كتسكن لتحت ومرته كانت تسكن الفوق، وعايشين مع خوتو وعيالاتهم. مرته فاش ساقت الخبر بلي انه تزوج خرجت من الدار ومشات لدار وحده اخرى اللي هي قريبه من دار مو، طلب مني انني نتسنى حتى يصلح الدار الفوق اللي كانت فيها مرته. من بعد 22 يوم غادي ندخل على الام ديالو وانا غريبه، غادي نجلس وسط الناس ما تنعرفهمش وصحاب، كلهم تيشوفوا فيا بنظرات حقد، شكون هادي وشو جابها لعندنا؟ مو علنات بلي انني مرتو جديده، كلشي في ديك الليله مصدامن مع بنت بلادو. علاش تزوج عليها؟ شنو دارت ليه؟ مدوك زوج عيالات خو كانت وحده عاديه، اما الثانيه كانت كلها حقد وكره. باختصار تاع بزاف ديال المواقف نوعا ما بدات كتبان الحياه الحقيقيه اللي غادي نعيش فيها، حياه اللي فيها انت ومرات ولادو، حياه اللي فيها الليله ديالي والليله ديالها، حياه اللي فيها كتشوفيه وسط عائلته ولادو. مو من اطيب الخلق ومزيانه معايا، مرتو ما تقبلتش الامر وعيالات خوتو متضامنين مع بنت بلادهم. انا دابا المشكل الوحيد اللي عندي الاول والاخير هو الغيره ديالي قتلاتني، ما قدرتش نزيد نستحمل. كل نهار فاش هو تينعس انا تنقلب في التليفون ديالو كنقرا الرسائل ديالو مع مرتو، انا ديما فاش كنشوفو وسط ولادو النار كتشعل فيا. وليت عايشه في كابوس والغيره سيطرت عليا لاقصى درجه. الحمد لله لحد الساعه محترمني، ما عمرو ما حط عليا يديه، ولكن تنعاني من الاهمال ديالو حيت هو انسان مدمن على التليفون ديالو وما كاينش تحاور بيناتنا. بحال شنو خصك ولا شنو باغا؟ ولكن اكثر مشكل اللي تنعاني منه هو الغيره، ما كنقدرش نسيطر على راسي ولا نتحمل انني نشوفه مع مرته وولادو، ما كنتحملش كيفاش هما تيهضروا عليها او فاش تيكون عندها انا كنبدا كنتخنق، كنقول اذا بقيت انا على هذا الحال نقدر نموت. انا هادشي كنت دايره غير لعب وغير ضحك، غير باش نهرب من عالم مظلم، ولكن ما كنتش كيسحب لي بلي انني غادي ندخل في هذه المعمعه. انا اليوم غادي نقول لكم بصارح العباره، غادي نتخنق مع انسان بحال هكا وما نقدرش نعيش مع انسان مشروك. بصح هادشي كان خاصني نفكر فيه قبل ما نتزوج به، ولكن للاسف ما تفكرتوش. انا اليوم تنعاني اشد المعاناه من الغيره اللي كتقتلني، وتقدر تركب فيا شي مرض خطير. انا وسطهم غريبه، انا صارحته ولكن قال لي انا في الاول قلت لك كلشي وبلي غادي يجيك الامر صعيب، خصك تصبري، اذا بقيت بحال هكا شي نهار غادي نصبح ميته. يقدر يجيكم بلي انا والامر مبالغ فيه، ولكن هذا هو الاحساس ديالي، ما عنديش مع شي انسان انه يكون مشروك. ما عرفتش علاش تخديت هذا القرار. انا اليوم بغيت نصيحه وحده منكم توجهوني شنو ندير. القرايه ما خلانيش نكملها وما بغاش يخليني ندير حتى شي حاجه اللي نتلف فيها الوقت، بغيت ندخل شي نادي ما بغاش. فكرت نحمل باش نتلف الوقت مع البيبي اللي غادي نجي، ولكن غنكتشف بلي انا عندي متلازمه تكيس المبيض، صعيب انني نحمل. بغيت نتطلق ولكن اش من واقع لمن غادي نرجع؟ عند والديا وخوتي اللي غيبداو يشوفوا فيا نظره ناقصه، اللي عند مجتمع ما تيرحمش. ما كرهتش نتطلق ونمشي لشي بلاد اخرى، ما كرهتش نعاود حياتي من جديد ما يعرفني فيها حد. تحطيت في واحد الموقف لا يحسد عليه ابدا، والثمن ديال هذا القرار غلط انا اليوم كندفعو في قبل صحتي. عافاكم قولوا لي شنو ندير. وهذه هي قصه سلوى، كتبكي وكتقول لي عطيني شي حل، وصراحه ما قدرت نقدم لها حتى شي حل. اقترحت عليها الاولاد، هي فاش قالت لي بلي انا عندها المشكل، اقترحت عليها انا تخدم، قالت لي بلي انه ما خلاهاش. صراحه قلت لي غنشارك قصتك مع المتابعين، هما اللي غادي ينصحوك، حيت ما عرفتش شنو غادي نقول، ما عندي حتى شي فكره. هذه هي سنه الله في خلقه، كل واحد القدر ديالو. قصه مؤلمه فيها زواج قاصر والغلط اللي كيرجع للاباء. نفرضوا لو كان هاد الوالدين تاع سلوى ما بزوش عليها ان تزوج وبقات مستمره في قرايتها وكانت مجتهده تبارك الله، يمكن كانت غادي تكون حققات ذاتها في المجتمع اليوم. التهريسه الاولى ديال الزواج خلاتها انها تخلط مرارا وتكرارا، واخا كانت عندها فرصه باش انها تعود من جديد في الجامعه ولكن ضيعتها. ماشي هادشي اللي مهم دابا، حيتاش اللي عطا الله عطاه. اذا كانوا كيتفرجوا فيا بنيتات سمعوني عافاكم، ما تسمحيش في حياتك، ما تسمحيش في مستقبلك في قرايتك من اجل امر تابعك تابعك واللي هو سنه الحياه. اجلي زواجك حتى تكوني راسك، واذا كان هذا الانسان طلب منك باش انك تخلي على قرايتك وحياتك من اجله هو،
هربي بلا ما تشوفي وراك، حيتاش ما غاديش يكون لك فيه الخير نهائيا. الزوج هو اللي غيفرح لك انك تحققي ذاتك، الزوج الحقيقي هو اللي تيساندك انك تطلعي الدروج ماشي تهبطيهم ولا تبقاي في بلاستك. ما تغروش بالكلام المعسول ولا الهدايا ولا الدوران في الدروبه، ما تغريش بموقف بطولي. نهار تفوتي هاد المرحله وتنضجي غادي تلقاي راسك بلي انك ندمتي حيت خسرتي روحك على انسان هو براسه ما قادرش يحقق راسه. اما للاولياء عافاكم، تقربوا من ولادكم، ما تكبروش بنياتكم على ان شاء الله نشوفك عروسه، ولكن ان شاء الله نشوفك طبيبه محاميه استاذه رياضيه، نشوفك محققه ذاتك محققه احلامك باش هي وكتكبر تتعرف بلي انه ماشي هذا هو الهدف ديالها في هذه الحياه هو الزواج لا، وهي كتكبر كتكبر في دماغها انا نحقق احلامي ومستقبلي، والزواج مرحبا به مع الشخص المناسب لما نكون واجده. عفاكم، اختاروا لولادكم اباء كيستحقوهم، اختاروا لارواحكم ازواج كيقدروكم. اما في الاخير صراحه انا حرت في القصه ديال سلوى وما عرفتش شنو انصحها، من فضلكم اللي عنده شي حل او شي فكره يشاركها معها. هي حاليا محتاجه اللي يطبطب لها على قلبها، محتاجه تسمع كلام زوين لانه ما عندها لا صديق ولا عائله اللي قريبه من قلبها، ما عندهاش شي حد اللي يقدر يقول لها كلام يهز المعنويات ديالها. ما كرهتش انكم تخليوا لها كلام طيب كيف ما عودتوا اي واحد يحكي لنا القصه ديالو. سلوى ثقي في راسك وربي غادي يفرجها ان شاء الله، وانا راني نصحتها بدوري بلي انه الباب ديال الغيره تسدو. انا ما تبقاش تقلب التليفون ديال راجلها ولا حتى شي حاجه من هذه الامور لانها غادي تخلق الفتنه. مادام انها قبلته بزوجه واحده اخرى فتقبل بلي انه من الواجب ديالو يساوي ما بينهم بزوج. وهذه هي حلقه اليوم، كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم بمعنى انه خديتوا منها العبره. دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو في مقاريب. سلام سلام.